السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. إذن معروف على أن المغرب أرفع ميزان الدفاع دياله في مشروع ميزانية في مشروع قانون المالية بسنة 2024 إلى أكثر من 124 مليار درهم، بعد ما رفع هذه الميزانية خلال مشروع مالية سنة 2023 إلى مستوى قياسي وصل 120 مليار درهم، بزيادة بلغت 5 مليار درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022، يعني ارتفاع غادي ملحوظ من سنة إلى سنة. وهذه الميزانية غادي تخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوة المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع. طبعا هنا السؤال تطرح، علاش هذا الاتجاه نحو التسلح؟ علاش المغرب كيرفع الميزانية ديالو من سنة لسنة من أجل الدفاع؟ شنو هي الأسباب؟ ومن خلال الأرقام يعني كيتضح على أن المغرب غادي في خطى تدريجية، وكاين دوافع أكيد اللي غادي تكون تدفعو باش يسلك هذا المسلك اللي أكيد ما يكونش اختياري، يعني كاين دوافع. في هذا الإطار كتبت الأيام 24 مقال في هذا الاتجاه، وفي جوابا على خلفية توجه المغرب لرفع ميزانية الدفاع، كيشوف الأستاذ محمد شقير أن رفع الميزانية كيجي في سياق مجابهة التحديات كتهم بالأساس احتواء التهديد الجزائري، واش خصنا نسطرو عليه مزيان، التهديد الجزائري والتموقع كقوة عسكرية إقليمية، إلى جانب التحالف مع شركاء دوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حربها ضد الإرهاب. بمعنى أنه كاين جوج ديال الأطراف أو ديال القوى، كاين الجزائر اللي كتهدد أمن واستقرار المغرب، وكاين عاوتاني تحالف مع قوى أخرى ضد الهرب الإرهاب اللي كتعرفوا المنطقة ديال المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل. وأضاف الأستاذ محمد شقير للأيام 24 أن تخصيص رقم مالي مهم في الميزانية كينضاف إلى المصاريف العادية اللي كتطلبها تكاليف حماية الحدود خاصة الشرقية منها، بعد ما تم خلق منطقة عسكرية جديدة بهذه المنطقة ومراقبة التحركات المعادية على حدود الجدار العازل بالصحراء. وحنا كنعرفوا على أنه الجزائر تسخر ميليشيات البوليساريو للقيام باعتداءات، وأن ميليشيات البوليساريو خرقت اتفاق ديال وقف إطلاق النار وكتحاول تقوم بعمليات عدائية ضد التراب المغربي والمصالح المغربية. وبالتالي كان المغرب ضروري أنه يأخذ إجراءات ويأخذ احتياطات لرصد وتصدي لهذه المحاولات العدائية ضد المغرب. والأستاذ محمد طلحة محلل سياسي كيقول على أنه رفع ميزانية الدفاع ضرورة في ظل ما يعرفه المشهد السياسي والأمني في المنطقة المغربية كما قلنا في السنوات الأخيرة من تغييرات مقلقة، بحيث أصبحت المنطقة وجهة مهمة لصادرة الأسلحة التقليدية والمتطورة. وأشار أستاذ طلحة في حديثه الأيام 24 على أن النزاعات المسلحة ودينامية التحولات الجيوسياسية في منطقة الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى المكانة الدبلوماسية الحيوية التي بدأ يكتسبها المغرب وحشده دول أخرى لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، كتدفع في اتجاه تقوية الجانب اللوجستيكي العسكري. واشترت القوات المسلحة الأمريكية المغربية خلال الفترة القليلة الماضية أنظمة عسكرية وأمنية دفاعية من إسرائيل، كما أبرمت صفقة لشراء فرقاطات وسفن حربية من إسبانيا، واقتنت صواريخ نفاثة متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى درونات برقدار التركية وغيرها من الصفقات العسكرية. إذن الملاحظ على أن المغرب ينوع من مصادره في مجال الأسلحة، بمعنى أنه أي جانب كيشوفه متطور وقدر أنه يقتنيه ويستعمله ويكون عنده فعالية فكيقتنيه، وهذا ضروري في حق الدفاع أو في حق المغرب الدفاع النفسي، خاصة لأن المغرب في المدة الأخيرة بدأ يحقق مكتسبات كبيرة وكيهزم الجزائر في عدة محطات. وبالتالي أننا كنعرفوا أن الجزائر كتكن واحد الحقد، واحد الكراهية للمغرب والنظام المغربي، وبغي تسيء المغرب، بغي تسيء القضية العادلة ديالو، وتتحالف مع الشيطان والشياطين في كل مكان.
خاصة أننا سمعنا بأنه الحديث أو تقارير تتكلم على فاغنر، تتكلم على روسيا، تتكلم على حزب الله، على إيران، على قوى أخرى، بمعنى أن الجزائر تريد الشر للمغرب وما تقصرش من ناحيتها ولن تدخر جهدا في الإساءة للمغرب. بالتالي أنه الخيار ديال الحرب هو اللي كتشوفه بالنسبة لها يخدم رغبتها في الإساءة للمغرب. فشفت بأنه كاين مفاوضات ما كاينش مفاوضات، شفت بأنه واحد مجموعة من الحلول المغرب هزمها أمام العالم وسقطت أمام العالم، وبالتالي أنه لابد ما دير واحد الحاجة، يعني بالمنطق حجرة في الصباط، لابد أنها ما تعرقل التنمية ديال المغرب، ما تعرقل المغرب أو سعي المغرب إلى كونه باش يكون واحد القوة إقليمية. فسعة كذلك الاستقرار السياسي في المغرب، استقرار الاجتماعي، استقرار الاقتصادي، وكذلك تشويه سمعة المغرب وخلق بلبلة داخل المغرب. إذن الحل بالنسبة لي هو أنها دير اعتداءات وتدفع ميليشيات البوليساريو. وبالتالي أنا كنشوف اليوم على أنه ميليشيات البوليساريو تهدد بطريقة أو بأخرى، وكان محاولة كل ما انهزمت الجزائر في محطة من المحطات إلا أنها كترفع من منسوب الكراهية ضد المغرب. وبالتالي هذا الخيار العسكري فهو مطروح بشكل كبير، وهي ما قدرش تواجه المغرب مباشرة أنك تخدم هذه الأوراق وهذه المرتزقة اللي موجودين اللي ما عندهم يخسروا. وبالتالي فإن المغرب لا بد أنه ما يرفع من ميزانية ديال الدفاع لاقتناء أسلحة متطورة. وشفنا مؤخرا كيفاش كانت الدرونات المغربية عندها فعالية كبيرة، خاصة بعد الهجمات والشطحات والمناورات اللي كديرها ميليشيات البوليساريو، وكنسمعوا كل مرة على أنه الدرون راها صدات ميليشيات البوليساريو وماتوا فيهم وحدين، وتتحرقات بعض الحافلات أو بعض الشاحنات. ومؤخرا لأن كنا كنسمعوا البيانات الكثيرة ديال مرتزقات البوليساريو امام الصمت القوات المسلحه الامريكيه ما كتكلمش عليها، ولكن مؤخرا تقرير الامين العام للامم المتحده تكلم على المساله وقال بانه فعلا وقف على بعض اثار الضرب. يعني بوليساريو كتقول بانه راه مثلا مواطنين او شاحنات تقصفوا، كتجي البعثه ديال المينوسو كتشوف كتلحق بانه فعلا كانوا شاحنات هي يعني مفحمه او جثث مفحمه، ولكن ما كتقدرش تقول بانه هاد العملية وقصاش وقعات ومن الجات وكيفاش وهذه وهذه، ولكن ما كاينش دخان بدون نار. يعني ان البوليساريو كتحاول ما امكن انها تقوم بعمليات في المنطقة العازلة اللي هي مغربية، ونذكر بانها مغربية وخلتها المغرب للأمم المتحدة، ولكن كتحاول تستغل الموقف هي وكتعبت في ديك المناطق العازلة. ومؤخرا لما شفت حركة حماس هجمت على قامت ذاك الهجوم وقامت بتحليق، يعني استعملت وسائل باش تنقص فوق الجدار، ففكرت نفس الطريقة، بمعنى أنهم كيفكروا في هجمات مستقبلية. وبالتالي من الطبيعي أن المغرب يقتني أسلحة متطورة، وأكيد على أن ميليشيات البوليساريو والجزائر ما غيديو غير البرد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.